بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم حبايبنا على قناة روتانا خليجية في حلقة جديدة وبداية أسبوع جديد مع برنامجكم اليومي ساعة شباب. ساعة من الساعة 4 للساعة 5 بنكون معاكم. قبل ما نبدأ في أي حاجة أرحب في زميلتي نمياء. حياك الله، مساء الخير. مساء النور أكيد، ومساء النور لكل المشاهدين عبر قناة روتانا خليجية في بداية انطلاقة أسبوع جديد إن شاء الله، وأكيد أخبارنا متنوعة وشيقة. يعني في احنا اخبار كثير عندنا، لكن لازم في موضوع اكيد يعني تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي في الاونه الاخيره، فاحنا يعني بنتحدث عن الطعام الزائد وقد ايش الواحد يعني خلينا نقول لك بيست، مو كلنا لكن البعض في فئه معينه بتستهين كثير في الطعام الزائد الموجود بعد في المطاعم. يعني خلصوا اكلهم تلاقي تقريبا ما اكلوا شيء تقريبا، والاكل بيفضل زي ما هو، وصاحب المطعم ايش بيسوي؟ بيرمي طبعا في الزباله. بس مو كل الناس كذا يطراد طبعا. إيه، في ناس كثير بنشوفهم بياخذوا معاهم بقايا الاكل، خصوصا الاكل اللي ما تلمس، فبيشيلوه معاهم تيك اواي وبيعطوهم، يقدروا يعطوهم اي احد في الشارع حتى لو هم ما يبغوا، ممكن يعطوه عامل بلديه او عامل بناء منه بياخذوا فيه اجر، وما بيكونوا رموا باقي الاكل في نفايات. طبعا في هنا خبر قبل فتره يقول لك، دبي حاولت الاقيه، الزام المطابخ وقاعات المناسبات بالتعاقد مع الجمعيات الخيريه للاستفاده من الطعام الزائد. هذا خبر نزل قبل فتره، ما يعني تقريبا يعني لها اسبوع، له اسبوع تقريبا الخبر. جميل جدا انه يكون في الزام، لانه للاسف الشديد وخصوصا المطاعم احنا نحتاج هذا الامر، لانه والله لو تشوفوا كميات الاكل اللي بتترمي شيء الواحد ينغبن فيه. وبعدين احنا دورنا كشباب المفروض نكون واعيين كفايه، احنا 2015 جماعه الخير، ما له داعي يعني انه احنا نسوي ما احنا شايفين والاكل نسيبه ونجري ونخرج. نقدر هذه النعمه، ولازم ولن شكرتم لازيدنكم، وهذا نوع من انواع الشكر انك انت تاخذ هذه النعمه تعطيها للمحتاج. في ناس ياكلوا ما عندهم مشكله، نظف الاكل الزايد، يقول لك اذا قرفانين نظف الاكل الزايد، الزياده عندك سكينه قصها ويا اخي اعطيها للمحتاج. صح. في عندنا استطلاع؟ اكيد، خلونا نروح نشوف الاستطلاع بخصوص هذا الموضوع ونرجع لكم. والله احيانا يعني على حسب الاكل، اذا كان يعني كميه احيانا اشيله، واذا كنت مستعجل صراحه لا، يعني لانه صعب تلاقي احد ياخذ الاكل وكذا. والله احيانا واحيانا على حسب نوع الاكل، يعني اذا كان الاكل خفيف وكذا حينشال وحقدر انه اوصله لاحد قبل ما يخرب او قبل ما انه يتغير طعم او ريحه او شيء اخذه، اما اذا كان كميه كبيره او شيء اخليه في المطعم. لا بسيبه طبعا خلاص في المطعم، هم بيتصرفوا. بس يعني هم يعني كمان اكيد ممكن يكون عندهم احد بيودوا الجمعيات او كده، انا سمعت ان في ناس بيسووا كده، يعني بعد ما يخلصوا اليوم بيوزعوه على لاما نفسهم العمال لاما بيعطوه الجمعيات خيريه. اذا بيصلح الاكل يعني باخذه معايا، اذا محتاج اروح اخذه معايا على البيت، اذا ماني محتاج اروح اصدق فيه يعني. والله بالنسبه لي اغلب الاحيان يعني جيت المطعم اخذ على قدي، لكن اذا زاد شيء اكيد باخذه معي. وبعض الاكل يمكن تعرفين وقتها تاكله وما تقدر تاخذه معك يعني، او ما يصلح انك تاخذه سفري. والله الفايض هذا سيبه في المطعم، بس انه المفروض انه الواحد يشيله معه، لكن يعني الواحد اذا يكون كسلان ويشيله معه مو عارف شو يسوي فيه، حيشيله البيت ولا حيرمي، لكن المفروض الواحد حتى لو ما حياكله يشيله معه ويشوف يعني عامل نظافه زي كذا ولو اجر. يعني باخذ الاكل معايا للبيت اذا كان الاكل عاجبني، او اني اخذه اعطيه ممكن اي احد يستاهل، اهم شيء انه المبدا عندي انه ما يترمي الاكل. يعني لو جينا حتى نكتب في دخلنا على مواقع التواصل الاجتماعي وذكرنا حنلاقي برضو نفس الاجابات ونفس الامور اللي يعني اللي فيها اختلافات. في ناس يقول لك اوقات يستحوا يشيلوا الاكل، او في ناس يقول لك ما في اشيل الاكل. يعني ترى هي جزء من مسؤولية الشخص، خلوكم مسؤولين يا أخي شوية، يعني ترى احنا ما احنا صغار وما احنا متعلمين وواعيين ونعرف ايش الصح من الغلط. أكل زيادة، نعرف انه في ناس ما عندها أكل عشان تاكل، بكل بساطة يا أخي خليك مسؤول عن أكلك، أو زي ما تفضل أحد الناس يعطي العافية، أطلب على قدك، لو رز حتى باقي شوية لا تستهين فيه، في الطيور. صح صح تراد، في ناس كثير زي ما شفنا تعليقاتكم على هذا السؤال، في ناس كثير صراحة فيها الخير إنها بتاخذ الفائد من الأكل وبتعطيه المساكين حتى لو هم مو محتاجينه، بيحاولوا
انهم يتصدقوا فيه، بالعكس بياخذوا اجر يعني. احنا طبعا ما نتكلم، وانا احب صراحه ان الواحد يطلب على قده، يعني كل ما كان في مطعم لازم الواحد يطلب على قده وعلى قد الاكل اللي بياكله. احنا طبعا ما نتكلم من كل الفئات بهذه الطريقه، ولكن يعني دائما يقول لك الخير يخص الشر عم، فاحنا خلينا يعني نكون حتى ان لما نشوف الامر هذا نستاء، يعني ننظر للشخص انه ترى انت ليش بتسوي اللي بتسويه غلط، حتى لو ما يعنينا، بس مو النظرات اللي هي تنرفز الواحد عشان يقوم يتضارب معك. بس فعلا اوقات النظرات يا اخي يخلي الواحد يستحى على وجهه ويشيل اكله ولا صح. بس كثير انا صراحه جدا بزعل يطراد لما بشوف في المطاعم انه الناس بطالع في الناس في طاولاتهم بيطلبوا صادقة. يعني بيكونوا شخصين وبيطلبوا ما شاء الله الطاوله كلها صادقه والله صادقه. طيب هذا كله تبذير، فحرام. هو مو يزعل، يغبن انه احنا ناس متعلمه وبنسوي هذا الشيء.